السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم حبايبي معكم حنان الوراقي قناة متنوعة النهاردة انتظروني بالليل هنعمل مع بعض أحلى مشروب شاي بلبن سريع التحضير هنعمله مع بعض بودرة فأتمنى أن أنتم تتابعوني كده هوت ونشوف مع بعض أحلى مشروب و... وجميل جدا يعني سريع جدا ما فيش اسرع من كده ومفيد كمان يعني تقدري ان انت تعمليه لك ولاولادك ولاسرتك وتقدميه مع بسكوت بقسماط قراقيش اي حاجه من ديت بيبقى تحفه بصراحه اتمنى ان انتم تتابعوني كده هوت عشان الفيديو ده بصراحة جميل جدا وان شاء الله كده عينال اعجابكم بس فضلا وليس امرا حبيبتي لو اول مرة تتابعيني يا ريت كده تدعميني باللايك والشير وتشير الفيديو ده على الفيس مع اصدقائك عشان كل الناس تستفاد بالوصفة دي شاي بلبن سريع التحضير جميل جدا انا طبعا حبيب الملايين مفيش حد ما بيحبش الشاي باللبن فانتظروني بالليل كده هوت عشان نشوف مع بعض الطريقة خطوة بخطوة ان شاء الله كده الفيديو ينال اعجابكم كان معاكم حنان البراقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شايفين شكله تحفة ازاي يا والطعم بتاعه خطير بصراحة هيبقى حلو جدا كمان للناس اللي هم الموظفين ممكن برضو يعملوا الخلطة ديت وياخدوها معاهم برضو وشوية مية وبيبقى سهل جدا ده كده شكله يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايه كده تدعموني باللايك والشير عشان الفيديو ده يوصل لكل الناس وانتظروني بالليل